المركب الرياضي الرائد فراج بمستغانم جاهز لاحتضان كأس العرب للناشئين لكرة القدم لأقل من 17 سنة، والتي ستدور أطوارها من يوم 23 إلى 30 أوت 2022. بسم الله الرحمن الرحيم. مستغانم في موعد من أجل احتضان جانب من كأس العرب للناشئين فئة أقل من 17 عام. كل الترتيبات تم وضعها وتحضيرها وتجهيزها، الجوانب التقنية وجانب المعايير الرياضية اللوجستيك، يعني سعداء باستقبال كل الفرق، يعني كل فرقة مشاركة سوف تكون حاضرة في ملعب محمد بن سعيد للمركب الرياضي رائد فراج بمستغانم عبر 12 مقابلة من يوم 23 إلى يوم 30 أوت، وهذا يعني سيفتح إن شاء الله أن تكون مستغانم يعني محطة ومكان لاحتضان كبريات التظاهرات الرياضية الدولية والعالمية. شقيقة التحضيرات يعني جاهزة، يعني تبقى إلا رتوشات الأخيرة، وهذا بتضافر كل الجهود يعني السلطات الولائية والعاصمة ولولاية مستغانم وكل المؤسسات يعني للشركة معنا في هذا التحضير، وكذلك فيما يخص كذلك مدير الشباب والرياضة ومدير يعني اللي كان حاضر معنا، فكذلك وكل عمال القطاع المركب الرياضي ومدير الشباب والرياضة، احنا تقريبا نقولوا جاهزين يعني باستقبال يعني الوفود العربية والاستضافة يعني كأس العرب لأقل من 17 سنة إن شاء الله، وهذلك لإعطاء يعني صورة جيدة، صورة صادعة للمستغانم وللجزائر يعني بصفة عامة. ونشوف الأعمال قائمة على قدم وساق الحمد لله، ورانا متمنين إن شاء الله النجاح والتوفيق لهذا الدورة، ورانا عارفين في مستغانم تنجح لأنه كاين ناس واقفين، ورانا نشوفوا بعينينا المؤطرين الجمعية.